يقول السائل: ما حكم اللقطة إذا كانت مطوية يوجد فيها ذكر الله، أو كتيب يوجد فيه ذكر الله تعالى؟ اللقطة إذا كان لها قيمة فلا تأخذها إلا بشرط، أن تتعهد في تعريفها والنداء عليها حتى تجد صاحبها. أما إذا كنت لا تلتزم بتعريفها والبحث عن صاحبها فاتركها ولا تتحمل مسؤوليتها. نعم.